بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي الأشعري المكي رحمه الله تعالى. وفوق الصحائف وضع رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين، آمين. الحديث الثاني من الباب الثالث، باب الصبر. بدأ بباب الإخلاص وثنى بباب التوبة، وإحنا الوقت بباب إيه؟ الصبر. الصبر إيه؟ جميل، مش كده؟ ولا الصبر مر؟ لا، الصبر جميل باعتبار إيه ما يقول إليه. هو مر باعتبار الحالة اللي انت فيها، لكن ما يقول إليه من رضا الله يوفى الصابرون أجرهم بقى جميل. فهمت؟ الحديث الثاني يقول: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. يقول الشارح: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، الأولى عنهما عشان هو أبو صحابي، لما سبق في ترجمته في باب التوبة من أنه وأباه كان صحابيين، أن ناسا في تفسير البيضاوي أصله أناس، يعني فيها همزة أناس لقولهم إنسان وإنس وأناسي، فحذفت الهمزة حذفها في لوقة. اللوقة فيها لغتان، لوقة وألوقة، وهي الزبد أو الشيء اللين، يسموه لوقة أو ليقة. عارف أنت اللي بيتعلموا الخط ويكتبوا بالبوصة لازم يحط إيه؟ حاجة كده زي الحرير يحطها في الدواية عشان تشرب الحبر، يقوم ايه يعوص البوصة فيها الحتة الحرير، يسموها ايه؟ ليقة. يسموها ايه؟ ليقة. معروفة، الخطاطين يعرفوه، لكن ايه اللي مش خطاط؟ اللوقة عنده زبد لين، نوع من الحلويات يغلب عليها الزبدة كده، ايه بيسموها، وهي اصلا فيها لغة ألوقة وايه ولوقة، فحذفت الهمزة تخفيفا، زي برضو هنا ايه ناسا، هي حقها تبقى أناسا فحذفت الهمزة إيه تخفيفا، فحذفت الهمزة حذفها في لوقة، وعوض عنها حرف التعريف، ولذا لا يكاد يجمع بينه، مأخوذ من أنسة بوزن فرحة لأنهم يستأنسون بأمثالهم، أو من آنس لأنهم ظاهرون مبصرون. آنس من جانب الطور نرى، يعني أبصر من جانب، يبقى آنس من إيه؟ أبصر، يعني لأنهم ظاهرون مبصرون. ليه؟ لأن الجن مش مبصرة، أنت بتشوف الجن لكن الجن بيشوفك. فهمت؟ فالجن تسمى جن ليه؟ علشان مخفي. جنة يعني اختفى،
مش كده برضو؟ جنة الليل أظلمة، فكل ما كان مخفي تلاقيه من الجيم والنون، تقول جنين وجن وجنة ومجنون لأنه اختفى عقله، مش كده برضو؟ فكل ما هو فيه خفاء يبقى فيه جيم ونون. وإنما إيه الإنسان لأنه ظاهر مبصر تشوفه قدامك فتقول آنسة، واخد بالك؟ يعني إيه مبصر، أو من آنسة لأنهم بيأنسوا ببعض. لما الإنسان لما يجي يعذبوه يحبسوه حبس انفرادي، لما يعذبوا واحد ليه؟ لأن الإنسان لما ينفرد لوحده يتعذب، عايز حتى إيه يأنسه، فهمت إزاي؟ فسمي إنسان لإيه؟ لأنسه بغيره. وقيل مقلوب نسي، وقيل مأخوذ من ناس ينوس يعني اضطرب وتحرك. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لم يتعين لي أسماءهم. اللي راحوا سألوا النبي دول ويشحتوا من النبي، يعني سألوا يعني يطلبوا منه إيه الصدقة والمساعدة. كان في كثير من الإيه من الأنصار فقراء، فكانوا يروحوا للنبي ياخدوا منه على أساس النبي عنده كثير من خير الله وعنده من فضل الله، وكان النبي يأتيه هدايا من أغنياء الصحابة كذلك، فكانوا يروحوا للنبي لما يحتاجوا حاجة ياخدوا منه. كويس. طب مين دول بقى؟ ابن حجر قاعد يدور في كل كتب السيرة وغيره يجيب أسماء، معرفش. لكن يبدو أن سعيد أبي سعيد الخدري راوي الحديث كان واحد منهم، لأنه عاش إيه هو اللي بيحكي الواقعة، فدليل أنه كان فيها. ومعروف أن أبي سعيد الخدري كان من فقراء الأنصار. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لم يتعين لي أسماؤهم إلا أن النسائي روى عن أبي سعيد ما يدل على أنه منهم، وذلك أنه قال: سرحتني أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأسأله من حاجة شديدة، يعني من فقر شديد، فأتيته وقعدت فاستقبلني وقال: من استغنى أغناه الله. الحديث. وزاد فيه: ومن سأل وله أقية فقد ألحف. الأقية يعني إيه؟ الأقية حوالي 40 درهم، 40 درهم. الدرهم حوالي 3 جرام ذهب، يعني 2.9 جرام فضة. يبقى الدرهم 2.9 جرام فضة. طب الفضة دلوقتي الجرام بكام؟ مفيش حد يعرف؟ رايحين جايين هناك في حي سيدنا الحسين مش تعرفوش شوية تسألوا الناس؟ ها؟ طيب نقول مثلا ايه 30، يبقى ايه الدرهم 30 × 3 ب90 جنيه، ف40 عشان نعرف بس، 40 × 90 تطلع كام؟ ها؟ 40 × 90 3600. يبقى اللي عنده 3600 جنيه مصري ويروح يشحت يبقى ألحف، يعني أو ما قيمته، يعني لو أو ما قيمته يبقى ألحف في السؤال، يعني يعني ألح بطريقة وحشة، فهمت؟ طب واللي أقل من كده يسأل بس بغير إلحاف، والإلحاف اللي هو الإلحاح يعني، فهمت؟ يلزق لك كده رايح جاي تلاقيه وراك لحد ما تدي له حاجه، ولو اديته حاجه يقول لك كده بس، مش يقول حتى شكرا، بيبسبس، اصله قطه زي القطه اللي يبسبس يبقى قطه على طول. يبقى ومن سال وله اوقيه فقد الحف. يبقى احنا حسبنا الاوقيه اهو، الاوقيه ها 3600. فقال: ناقتي خير من أوقية. فرجعت ولم أسأله. هو طلع عنده إيه؟ ناقة. الناقة تمنها أكتر من كده بكتير، والرسول بيقول اللي عنده أوقية ويجي يسأل يبقى ألحف. قال: ده أنا عندي ناقة تمنها يجي 10 دراهم، دنانير، 10 دنانير، يعني 10 دنانير دي يعني تعتبر إيه؟
100 اوقية. ما هو الدينار كان ب 10 دراهم. فهمت بقى ازاي؟ تعتبر 100 درهم. 100 درهم يعني كام؟ يعني اوقيتين ونص. مش كده برضو؟ ولا انتوا بتاع مش حافظين جدول الجمع ولا جدول الضرب ولا جدول الطرح ولا حاجة خالص؟ يعني لما تبقى معاك موبايل ولابس كده محترم ونضارة مش عارف بالشيء الفلاني ولابس جزمة بالشيء العلاني، واخد بالك؟ يعني لما تجمع ده كله هتلاقيهم ايه؟ اكتر من 3600. وبعدين تروح كمان تشحت، تبقى ما يصحش. فهمت بقى ازاي؟ طب اعمل ايه؟ محتاج بيع الموبايل يا اخي، بيع الموبايل واصرف يا اخي، اصل ما استغناش عنه. خلاص اعملوا سندوتش لما تجوع وكله بس تشبع بس وخلاص. فقلت ناقتي خير من أوقية، فرجعت ولم أسأله. انتهى. من الأنصار، أن ناسا من الأنصار بفتح الهمزة اسم إسلامي علم بالغلبة على أولاد الأوس والخزرج، سموا به لنصرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين ايه هي اصلا ايه؟ نصر يبقى ناصر مش انصاري. بس لو قلنا بقى ايه بدلها؟ نصارى، هيشتبهوا مع مين؟ اتباع سيدنا عيسى. فايه؟ فتحولنا اللفظ اخر عشان يميزهم عن دول، فقلنا انصار. فهمت ازاي؟ لان كان هي اصلا بتقول ايه؟ نصارى، نصر ينصر ناصر، واخد بالك؟ مش انصار. فهنا حطوا الهمزه اللي بقى يميزها بينها وبين ايه؟ اتباع سيدنا عيسى، وان كانوا هم مش اتباع ولا حاجه، احنا اللي اتباع سيدنا عيسى، لان احنا امنا بانه هو رسول ونبي. لكن هم لا، ده ما خلوش لا رسول ولا نبي، ده خلوه اله ولا ابن الاله. فايه؟ علشان كده ضالين. هم دول ايه؟ ضالين. ضلوا يعني ايه؟ يعني اخطاوا الطريق والصواب. يبقى سموا بذلك لنصرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذف المفعول الثاني لعدم تعلق الغرض به. يعني سألوا رسول الله، صدقة يعني، بس هو راح شال لك الصدقة، ما قالهاش، ما هو معروفة بقى. فهمت بقى ازاي؟ حذف المفعول الثاني لعدم تعلق الغرض به. فأعطاهم، أي عقب سؤالهم، ولم يتوانى لما جبل عليه من مكارم الأخلاق والسماحة. ثم سألوه فأعطاهم، فتكرر منهم السؤال مرتين، ومنه الإعطاء عقب كل مرة، حتى نفد بكسر الفاء وبالدال المهملة. ففي الصحيح نفد الشيء ينفد نفادا، يعني فنيا ما عنده، أي ذهب بالإنفاق جميع ما عنده. فقال صلى الله عليه وسلم عقب نفاده تنفيرا لهم من الاستكثار مما زاد على الحاجة من الدنيا، وتحريضا على القناعة، وحثا على الاستعفاف، واللام في لهم هي لام المبالغة. حين أنفق هو مختص بإخراج الشيء في الخير. حين أنفق كل شيء، يعني أما تصرف مالك في شيء في خير أقول لك أنفقت مالك. لما تصرفه في حاجة مش ضرورية أو مضرة، زي واحد بيشتري سجاير بيشتري خمرة، بنقول إيه؟ أهلك ماله. ما نقولش أنفق ماله بقى. يبقى أنفق إذا كان في وجوه الخير أو المباح، وأهلك ماله يعني إيه؟ يعني في وجوه الحرام. عشان كده حين أنفق ومختص بإخراج الشيء في الخير. كل شيء معد للإنفاق كائن بيده، ما يكن عندي، كذا هو بالجزم ما يكن، فيما وقفت عليه من نسخ مصححة من الرياض، وهو كذلك في أصل مصحح عندي من صحيح مسلم، فتكون ما شرطية. وفي البخاري ما يكون بالرفع. قال الشيخ زكريا:
فما موصول متضمن معنى الشرط؟ وجوابه على الوجهين قوله فلن أدخره، فلن أدخره عنكم. ما يكن عندي من بيانية من خير، فلن أدخره خير. تملي تيجي خير كتير في الشرع الشريف بمعنى مال، واخد بالك؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية، إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين إن ترك خيرا الوصية، شوف إن ترك مالا يعني، إن ترك خيرا الوصية للوالدين. إن علمتم فيهم خيرا، يعني إيه إن علمتم فيهم إيه؟ قدرة على الكسب والمال، ساعتها فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. تكاتب عبدك إن كان عنده مال يعني، فخير التملي تيجي في الغالب بمعنى المال، كويس؟ وعشان كده قال إيه؟ ما يكن عندي من خير يعني من مال، فلن أدخره عنكم، بتشديد الدال المهملة أدخره، وجاء إعجامها مدغما وغير مدغم، وأصله ادخر، ادخر، فقلبت التاء دالا على اللغة الأولى وذالا على اللغة الثانية، ادخر أو ادخر، زي الذكر والذكر. والمعنى لا أجعله ذخيرة لغيركم معرضا عنكم، أو فلا أخبأه وأمنعكم إياه. ومن يستعفف بفك الإدغام، هي أصلا يستعف، فهنا فك الإدغام فخلاها فائين، يستعفف بفك الإدغام، فالفعل مجزوم بالسكون لفظا، أي من طلب العفة، أي من طلب العفة عن سؤال الناس والاستشراف إلى ما في أيديهم، يعفه الله، يعفه الله، أي يرزقه العفة فيصير عفيفا قنوعا. وفي النهاية وقيل الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء، يقال عفة يعفو يعف عفة، فهو عفيف، وهو بفتح الفاء لأنها أخف الحركات، أو بكسرها لأنها الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. يعفوه الله. ومن يستغني، أي يظهر الغنى بالتعفف عما في أيدي الناس، يغنيه الله، أي يجعله غني، غني النفس، ولا غناء لغناؤهما، لغناؤها لا إيه؟ أيوة كده، أنا ما عندي في مشكلة عندي في الطبعة دي، ولا غناء إلا غناؤهما، إلا غناؤها يعني غنى النفس، يعني الغنى غنى النفس، أدي المعنى، ولا غناء إلا غناؤها، اللي هي غناء النفس يعني. ومن يتصبر، أي يتكلف الصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا، بأن يتجرع مرارة ذلك ولا يشكو لغير مولاه، يصبره الله، أي يعطيه من حقائق الصبر الموصلة للرضا ما يهون عليه كل مشق مشق ومكدر. عندك كده برضه؟ يهون عليه كل في ما يهون عليه كل مشق ومكدر. ما يهون عليه كل مشق ومكدر. والمكدر اللي هو ايه؟ الحاجة اللي تنكد على الإنسان يعني، تستدعي الحزن والنكد يعني. ولشرف مقام الصبر وعلوه، لأنه جامع لمكارم الأخلاق ومعالي الصفات، فلا ينال شيئا منها إلا من تحل به. عقبه بقوله وما أعطي أحد عطاء، مفعول ثاني لأعطى، أي ما أعطي أحد من خلق من خلق ولا مقام خيرا، كذا هو بالنصب في النسخ، وفي البخاري هو خير، وفي مسلم خير بحذف هو في رواية،
وفي رواية بنصب خير وأوسع من الصبر. قال الشيخ زكريا: خيرا هنا ليس بأفعل تفضيل، بل هو كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، انتهى. ومعنى كونه أوسع أي به تتسع المعارف والمشاهد والمقاصد، فإن قلت مقام الرضا أفضل منه كما صرحوا به قلت هو غايته. يعني النقي الصبر لما الإنسان يعتاده ينسى مرارته ويبقى فيه سجية فيصبح راضي. فهمت بقى ازاي؟ فيبقى نهاية الصبر هو بداية الرضا. واضح؟ فإن قلت مقام الرضا أفضل منه كما صرحوا به قلت هو غايته، يعني نهايته، لأنه لا يعتد به إلا معه فليس أجنبيا عنه. يعني الإنسان لا يصل لمقام الرضا إلا ويمر بمرحلة الصبر، إذ الصبر من غير رضا مقام ناقص جدا. متفق عليه، لأن الصبر من غير رضا يبقى جزع. متفق عليه. وكذا أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وزاد روزين: وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وهذه الزيادة أخرجها مسلم والترمذي من رواية عمرو بن العاص، كذا في التيسير للديبع. الحديث الثالث يقول: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه، اللي هو مشهور بصهيب الرومي. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر. ضراء أحسن. يبقى إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. سراء وضراء دي فاعل فتبقى مرفوعة. وعن أبي يحيى صهيب يقول في الشرح بضم المهملة لي صهيب، يعني الصاد، وفتح الهاء بعدها تحتية ساكنة فموحدة، ابن سنان بكسر المهملة ونونين بينهما ألف، ابن مالك، ابن عمرو، ابن عقيل، ابن عامر، ابن جندلة، ابن جزيمة، ابن كعب، ابن سعد، ابن أسلم، ابن أوس مناه، ابن النمر، ابن قاسط، ابن هنساء، ابن أقصى، ابن دعمة، ابن جديلة، ابن أسد، ابن ربيعة، ابن نزار الربعي النمري. الله، ده طلع عربي. أمال إيه حكاية الرومي دي؟ لأنه في صغره خطف في الروم، خطفوه وباعوه في الروم، فقعد في الروم هناك ونشأ بقى في الروم لحد ما كبر ورجع مكة تاني، رجع لسانه معوج فبقى بيتكلم زي الخواجة، فسموه صهيب الرومي لأنه بقى لسانه ما فيهوش فصاحة العربي اللي عاش طول عمره في وسط العرب. فهمت بقى ازاي؟ لكن هو أصلا عربي. كذا نسبه الكلبي وأبو نعيم، وصدر به ابن الأثير في أسد الغابة، ثم حكي في نسبه قولين آخرين كناه صلى الله عليه وسلم بأبي يحيى، وإنما قيل له الرومي لأن الروم سبوه صغيرا فابتعه منهم كلبي، ثم قدموا به مكة فشراه عبد الله بن جدعان منهم فاعتقه وأقام معه إلى أن هلك عبد الله. وقيل أنه هرب من الروم لما كبر وعقل فقدم مكة وحالف ابن جدعان، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وكان من السابقين إلى الإسلام. قال الواقدي: أسلم هو وعمار في يوم واحد، وكان إسلامهما بعد 34 رجلا، وكان من المستضعفين بمكة الذين عذبوا، وقدم المدينة مع علي بن أبي طالب في النصف من ربيع الأول،
والنبي صلى الله عليه وسلم في قباء لم يرم، يعني لم يبرح من مكانه بعد. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الحارث بن الصمة، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس مرفوعا: السباق أربعة، أربعة أناس، السباق أربعة، أنا سابق العرب، وصهيب سابق الروم، وسلمان سابق فارس، وبلال سابق الحبش. وكان عمر محبا لصهيب، حسن الظن به، حتى إنه لما ضرب أوسى أن يصلي عليه صهيب وأن يصلي بالمسلمين حتى يتفق أهل الشورى على شخص. سيدنا عمر كان يحب صهيب الرومي ويعتقد فيه الصلاح، فلما طعن سيدنا عمر وهو على فراش موته، أوصل من يصلي عليه الجنازة إمام صهيب، وقال خليه يصلي بالناس لحد ما يتفق أهل الشورى على واحد إمام بعده. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 حديثا، أخرج له مسلم 3 أحاديث، ولم يخرج له البخاري شيئا. توفي بالمدينة سنة 38، وقيل 39، وهو ابن 73، ودفن بالمدينة. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا، مفعول مطلق أي أعجب عجبا، وتعجب ابن آدم من الشيء إذا عظم موقعه عنده وخفي عليه سببه كما في النهاية. عجبا لأمر المؤمن أي الكامل، وهو العالم بالله الراضي بأحكامه العامل على تصديق موعوده. إن أمره أي شأنه كله، بالنصب تأكيد، كله بالرفع مبتدأ خبره، له خير. يعني ممكن تقول إن أمره كله أو كله، تنفع الاثنين. له خير، والجملة خبر إن، وليس ذلك الخبر في كل شأن، وليس ذلك الخير. أنا مكتوب الخبر، وبالرفع مبتدأ خبره له خير، والجملة خبر إن، مش كده برضو؟ وليس ذلك الخير في كل شأن لأحد إلا المؤمن الكامل. ووضع الظاهر موضع المضمر. الله، ده زي الزركشي هنا، حتة الزركشي. ويقول لك عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ما قالش إلا له، ها؟ ووضع الظاهر موضع المضمر دفعا للوهم، وليشعر بالعلية. دي الفوائد، أي إن إيمانه الكامل سبب خيريته في كل حال. إن أصابته سراء، بفتح السين وتشديد الراء المهملتين، أي ما يسره، شكر، أي عرف قدر نعم مولاه فشكره. وإحنا قلنا عشان يشكر لازم يعمل يقنع بالنعمة وينسبها لله ويطيع الله فيها، وما زاد عنها يتصدق به، يبقى كده اسمه شكر. لازم يعمل 4 حاجات، واضح؟ مش يقول لك الحمد لله ويكوش عليها كلها، ويقول لك انا شكرت ما انت كوشت على كل حاجه، فهمت؟ او يقول الحمد لله بس كنت عايزها زياده شويه، يبقى لسه ما شكرش. لازم يقنع بيها، يفرح بيها يعني، فهمت؟ مش يقول كده بس انا كنت عايز تاني. يبقى لازم يبقى الشكر يتم ازاي؟ ب4 حاجات. ينسب النعمه لله، مش يقول ده فلان هو اللي جابها لي، عشان انا ابويا مش عارف غني والناس تعرفه، عشان كده راعوا هذا وجابوا لي مش عارف. يبقى نسب النعمه انها جايه له مش سكه غير الله، لا، انسبها ان اللي جايبها لك ربك، ولا تنظر للوسائط. فهمت بقى ازاي؟ ده هو الرب. يبقى اول حاجه تنسبها لمولاك، تاني حاجه تقنع بيها، تفرح بيها، مش تقول كده بس عايز تاني، فهمت؟ تالت حاجه تستعملها في الطاعه،
يعني جالك اموال تقول الحمد لله، تاخدها تروح تشتري بيها خمره؟ ما ينفعش، تبقى ما شكرتش. فهمت؟ لا، تروح تشتري بيها طعميه ماشي، تشتري بيها اي حاجه مباحه ماشي. فهمت بقى ازاي؟ انما تشتريش بيها حرام، تشتري بيها دخان، علبه سجاير، تبقى انت كده بتكفر النعمه. فهمت بقى ازاي؟ تاخد بالك، يبقى لازم تنفق كمان في طاعه الله او في المباح، وما زاد عنها ادي لي اللي محتاج بقى. يبقى كده اسمي ايه؟ شكرت النعمه. اللي يعمل غير كده يبقى ما شكرش النعمه. إن أصابته سراء شكر، أي عرف قدر نعمة مولاه فشكره، فكان شكره خيرا له من السراء التي نالها لكونه ثوابا أخرويا، لأن ده هيبقى النعمة دي دنيوية هتفنى مع فناء الدنيا، لكن إيه الشكر لها يبقى ليها ثواب في الآخرة يبقى، يبقى شكرها إيه ثوابه أعلى من نفس النعمة. وإن أصابته ضراء، أي ما يضره في بدنه أو ما يتعلق به من أهل أو ولد أو مال، صبر واحتسب. والصبر يبقى عند الصدمة الأولى، ها، مش أول ما يحصل له يقعد يصوت ويولول ويبكي ويعيا ويجيله سكر وضغطه يرتفع وينقلوا العناية المركزة ومش مستحمل، وبعدين يقعدوا يعالجوا فيه شهر، وبعد شهر يقول أنا هصبر. ما ينفعش كده يا استاذ، ده مش صبر ده. فهمت ازاي؟ الصبر عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى. فهمت؟ فكان صبره في الضراء خيرا له، لأنه حصل له بذلك خير الدارين. يبقى صبر واحتسب ذلك عند الله رجاء ثوابه ورضي به نظرا لكونه فعل مولاه الذي وأرحم به. فكان صبره في الضراء خيرا له، لأنه حصل له بذلك خير الدارين. أما غير كامل الإيمان فإنه يتضجر ويتسخط من المصيبة، فيجتمع عليه نصبها يعني تعبها ووزر سخطه اللي هو عدم رضاه، ولا يعرف للنعمة قدرها، فلا يقوم بحقها ولا يشكرها، فتنقلب النعمة في حقه نقمة وينعكس عليه الحال. نعوذ بالله من النقصان بعد الزيادة، ومن الحور بعد الكور. رواه مسلم، وكذا رواه الإمام أحمد من حديث صهيب أيضا كما في الجامع الصغير. ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.